اهلا بكم من جديد. اتكلم فني شويه. ضم الحضري هل يمثل قوه لصفوف المنتخب؟ شوقي غريب ممكن يفاجئنا بطريقه هجوميه 100% لانه يرتبط اثنين عور. هل شايف انه في تعديلات في خط الدفاع؟ ممكن يلعب احمد المحمدي بعد غياب حازم امام، ممكن يدفع باحمد فتحي في وسط الملعب ويدخل براسين حربه، ولا ايه اللي ممكن يحصل فنان في اللقاء؟ اولا انا زعلان ان احنا بقينا بنتسول الفرصه اللي شايفينها حتى شبه مستحيل في وضع لا يليق ابدا منتخب مصر، بمنتخب بيمثل بلد عندها كل الارقام القياسيه والتفوق في تاريخ هذه البطوله. صحيح. يعني فعلا هانت علينا انفسنا الى هذا الحد، بقينا بننتظر وشريف شايف ان المساله مستحيله، مع ان انا شايف على الورق الدنيا مش منتهيه. نظري ضعيف. يعني لا بجد، يعني علينا بس ان احنا نكسب تونس في تونس. ده مهم جدا، ده مهم ونتمناه. اذا كانت المساله ونتمناه، اذا كانت الاقدار هتخدمنا على المستوى النفسي والتانيين ليكن، ان لم يكن فعلى الاقل تفوز، نسعى اليه، نحط رجلينا في وضع صح. مزبوط. لان انا شايف انه احنا بقالنا سنتين ثلاثه، ولا احنا عملنا معادله للرقم القياسي التاريخي بتاعنا برقم قياسي سلبي نفسه، هو ثلاث مرات ورا التوالي لقب، ثلاث مرات ورا التوالي فشل باعتبار ان الثالثه وقعت. يعني ف كابتن فاعل انت، انا بقول لك باعتبار ان الثالثه وقعت، يعني نتمسك نظريا حتى الان المساله تبدو منتهيه، لكنه خلينا نقول الفوز ممكن يبقى له اعتبارات تانية خالص. طبعا بالتاكيد، مع جيل، مع مدرب، مع سمعه فرقه، لانه تونس فوزها على مصر في مصر هو اللي بوظنا وهو اللي ضيع لنا كل الحسابات. صحيح صحيح، غير متوقع، دي النتيجه غير المنطقيه في مشوارنا حتى الان. انك تخسر من تونس في القاهره، تخسر من السنغال في دكار طبيعي، في القاهره برضه طبيعي، وتكسب بتسوانا رايح جاي طبيعي. لا ابراهيم، اقوى منتخبين في افريقيا دلوقتي السنغال والجزائر. معلش بس لدرجه انه انت اصلا اقوى منتخبين اللي خسرت من السنغال هنا وعناصر الجزائر والسنغال، الانهيار بتاعك بعد تونس. انت بدات يعني رجعت، لكنه فنيا كانت عندك مشاكل كتيره. ضم عصام الحضري بلا شك يمثل اضافه في عنصر الخبره، خاصه في مركز ما فيهوش بديل. ما هو ان ما كانش عصام الحضري هيبقى محمد صبحي. فبالتالي ما ينفعش علي لطفي. ما عندوش ما عندوش حد تاني طبعا. يعني لو ما فيش علي، المباراه الاوليه تقريبا للصبحي دي. صحيح، هو كان بيفضل، هو العنصر الخبره كان بيفضل بين عصام الحضري واحمد شوبير، فعنده مشكله. شوبير مش فاضي، عنده مشكله مع شوبير، فقال له خد عصام الحضري. طيب انت بعدين، هو قال بعد الماتش، انا يعني بعد الماتش كده معلش اسف يعني، قال لما اطرح اسم الحضري بعد اصابه الشناوي، قال انا هقعد مع الجهاز الفني واتشاور وقد يكون الحضري معايا. مفيش دقايق ولقينا احمد عبد المنعم مسافر. بس دي كانت اجتهادات صحفيه، هو ما علموش كده. خد بالك لما بيتورطوا بيقول لك اجتهادات صحفيه. طيب خلاص. ماشي ماشي. طيب الحضري الخيار فيه، لو اسمه مطروح اقول لك ده صحفي. لكن احمد حد كان طارح احمد عادل ده خالص؟ لا هم فكروا هو لازم يفكر في هجوم بديل. هو كان هيعمل ايه الراجل؟ ما هو كان يا اما بيفكر ان صبحي يلعب يبقى احمد عادل عبد المنعم، او لو جاب الحضري هيبقى رقم واحد، بس قرر الحضري رقم واحد. تمام. ف اضافه الحضري عنصر خبره مهم. تمام. بقيه العناصر انا اتمنى انه ما يلعبش فيها كتير. يعني حتى لو كان الاداء هنا في مصر، حتى لو كان الاداء هنا في مصر دون المستوى، الوضع كان من الناحيه المعنويه مختلف، الاعداد بتاع المباراه كان مختلف، التجهيز النفسي كان مختلف، تونس المساله غير هنا خالص. الاربعه اللي لعبوا في خط الظهر لو احتفظ بيهم افضل من انه يغير. يعني اذا كان عنده تحفظ على قدرات صبر الرحيل في الشق الدفاعي، هو ما عندوش بديل. ما عندوش بديل تاني. فبالتالي لو هيألف ويجيب احمد فتحي، لا حط كل واحد في عدلته. بقى الديفنس هيبقى زي ما هو غالبا، يعني دول الاربعه. بس المحمدي بقى اللي ممكن هو بدا يفكر في حسام غالي. مظبوط. وانا حسام والمحمدي. نعم. انا اكتر حاجه بقول لك مضايقاني انه كابتن شوقي غريب بقى شغال بفكر ابراء الذمه. بيتوقع هيتهاجم منين فيسدها لنا بدري عشان ما حدش يكلمه ويقول له فين فلان. فخد ده وخد ده وخد ده عشان اخلص المساله. طيب لان وقته خلص، فرصنا في الفوز قائمه باذن الله تعالى لو
لعبنا كرة هجومية وما خفناش وننسى أخشى نعم. ما أخشى أن احنا المسألة تنتهي قبل ما نبدأ. حتى لو قبل ما نبدأ حتى لو خرجنا فرصنا في الفوز قائمة. انا اتمنى ان شاء الله المنتخب المصري يفوز نعم. بكره يعني بعيد عن الحسابات والكلام ده. فرص قائمه ولا مش قائمه؟ قائمه لان منتخب تونس منتخب طبيعي عادي جدا خلص. يعني مش منتخب بالقوه اللي تخوفنا في الظروف نعم. دي يعني. نعم بشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف عبد القادر نورتني. يخليك استاذ ابراهيم منسي نورتني. بشكرك شكرا جزيلا. بفكركم حمله المليون بطانيه حمله ماشيه كويس قوي. زملائنا الاعلاميين كلهم كتر الف 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 خيرهم زميل عمرو اديب وكل الزملاء الحقيقه. والخط الساخن بتاعها 19 4 55. مصر لازم تفضل دافعين على طول. شكرا لكم. سلام عليكم.